এই পর্যায়ে কোরআন তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত শিক্ষক মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ হাসান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.